بارك الله فيكم. ما معنى قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام؟ قاصدين، الآمين يعني القاصدين البيت الحرام، لا يجوز لأحد أن يصدهم، فيجب أن يمكن من أتى إلى المسجد الحرام، يجب أن يمكن من الوصول إليه، إلا إذا كان مشركا فإن المشرك لا يجوز أن يمكن من دخول الحرم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المسلمون فلا يجوز أن يصد أحد منهم عن الوصول إلى المسجد الحرام.